الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد. مدبول يؤكد استعداد الحكومة لتسهيل جميع إجراءات إنشاء مدينة صناعية يابانية في مصر. ومجلس العموم البريطاني يصوت اليوم مجددا على البريكزيت. الحادية عشر صباحا، التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعداد الحكومة للتعاون مع الجانب الياباني وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بإنشاء مدينة صناعية يابانية في مصر. وقال خلال لقائه أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني وممثلي الشركات اليابانية إن الحكومة حريصة على توفير بيئة الأعمال الملائمة ومواصلة اتخاذ الخطوات الجادة نحو تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات بما يسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر. ومن جهته أعرب رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية عن تطلعه إلى التعاون مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في مصر والتعاون مع مصر لإنشاء هيئة للتجارة الخارجية وتقديم الدعم لتعزيز حجم الصادرات المصرية إلى بلاده. طلب المؤشر العالمي للفتوى بضرورة وجود مرجعية إسلامية معتدلة في أوروبا يكون لها اليد العليا في ضبط الخطاب الديني والتنبيه على عدم الانسياق وراء أفكار التنظيمات المتطرفة. وأوضح أحدث تقرير لمؤشر الفتوى العالمي أن فتاوى الإخوان والسلفيين تعتبر بوابة الشباب الأوروبي إلى التنظيمات الإرهابية، وأن 75% من الفتاوى الصادرة في أوروبا تصطدم مع هذه المجتمعات وتغذي ظاهرة الإسلاموفوبيا. وشدد التقرير على أهمية التأهيل العلمي لأئمة المساجد بالغرب. قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إن جهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة أصبح يهدد الأمن القومي للبلاد، داعيا مجلس الأمن القومي إلى ضرورة اتخاذ موقف بهذا الخصوص دون التدخل في عمل القضاء. كانت القضية قد أثيرت عقب اكتشاف هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سري أمني موازي للدولة متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي. يصوت مجلس العموم البريطاني مجددا اليوم على اتفاق بريكزيت الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي بعدما تم رفضه منتصف يناير الماضي. وأعلنت الحكومة البريطانية أنها وافقت على إدخال تعديلات ملزمة قانونيا على الاتفاق خلال محادثات أجرتها تريزا مي مع قادة الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.